إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. اهلا وسهلا بمستمعينا الافاضل، مستمعي ذات الحياه اف ام القيروان للصحه، في برنامجكم المفضل اذاعات في حصه جديده متجدده بعنوان مناهج التشريع. كنا يعني قد رأينا في الحصص الفارثه في برنامج اذاعات المصدرين الاول والثاني للتشريع، القران والسنه وعلاقه السنه بالقران الكريم. الآن نتناول هذه المناهج مع سلة من الأساتذة الأكفاء والأساتذة الأفاضل، كما تعودتم بهم. سي خالد صيدان، مرحبا بك. مرحبا سيد المستمعين. شكرا سي الحبيب الطيبي أيضا. مرحبا بكم دكتور الأزهر، مرحبا بأسادة مستمعي إذاعتنا الجميلة إذاعة القيروان أف أم. كذلك نرحب بالأستاذ الفاضل السي جمال سيدي، مرحبا. مرحبا بالملأ الكريم. شكرا. كذلك بطبيعة الحال نرحب بالسيدة من أبو خيت وكذلك أخونا شاكر الشحاوي في التأثيث والإخراج، فشكر موصول للجميع. كذلك نقول لمستمعينا الأفاضل يمكن لكم الاتصال عن طريق الهاتف، هاتف الإذاعة إذاعة الحياة اف ام 70 035 120، وعيد 70 035 120، والحصة تتواصل من ساعتين ونصف إلى حدود الرابعة مساء، طالبين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح وإيصال المعلومة وإضاءتها للجميع. سي خالد، رأينا يعني المصدر الأول والمصدر الثاني من مصادر التشريع، ورأينا علاقة السنة بالتشريع، وأيضا أن هذه النصوص من القرآن والسنة، وأنتم تعلمون ذلك جيدا، أنها محدودة عددا، وقضايا الناس ومستجدات العصر هي غير محدودة عددا، ولا يمكن للمحدود عدد أن يستوعب ما هو غير محدود عدد. ولذلك اجتهد المجتهدون واجتهد العلماء والفقهاء في إيجاد وسائط، هذه الوسائط تمتطى وتستعمل في قراءة النص على ضوء مستجدات العصر لإيجاد حلول لهذه القضايا المستجدة، سواء في المستوى الديني أو في المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي والسياسي والاجتماعي. فأوجدوا جملة من المناهج تتمثل في الإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والقواعد الفقهية والعرف وغيرها من هذه المناهج التي سنتعرض إليها تباعا. بداية سي خالد، نريد أن نقف على هذا المفهوم، مفهوم المنهج في حد ذاته في المستوى بطبيعة الحال الديني، في مستوى المنهج يعني فقط. الكلمة لك بداية، تفضل. شكرا سي الأزهر، شكرا لك ولكل سادة الحضور وسادة المستمعين الكرام. احنا في الحلقات السابقة كنا تعرضنا إلى المصدرين الرئيسيين في التشريع في الإسلام، وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ورأينا طبيعة العلاقة بينهما. نعم. والإشكال الذي يثار وأثير وما زال يثار حول هل نكتفي بالمصدر الأول أم أنه المصدر الأول يحتاج للثاني، وانتهينا لأنه العلاقة جدلية وضرورية بين المصدرين الأول والثاني القرآن والسنة. يأتي في مرحلة لاحقة كمصدر بين قوسين، مصدر بعد يعتبره مصدر بعد يعتبره مرجع للتفريق بين المصدر والمرجع، والبعض يعتبره مستقلا بالتشريع كمصدر، والبعض يعتبره مكمل للمصدرين الأول والثاني. في جميع الأحوال هو مصدر أو هو منهج كما يذهب إليه بعض الدارسين والباحثين والعلماء والمفكرين. كلمة منهج تعني في اللغة العربية من نهج، تعني الطريق المسلك الذي يوصل إلى. نعم. بهذا المعنى البسيط والمختصر والمختزل للمنهج في اللغة، نصل إلى التعريف الاصطلاحي، التعريف العلمي للمنهج باعتباره طريقة للتشريع في الإسلام. نعم. وهو بناء على ما ذكرنا يرتبط بالمصدر الأول والثاني. هذه الطريقة أو هذا المنهج أو هذا المسلك أو السلوك في الاجتهاد في البحث عن أدلة لبعض المسائل سواء العبادية أو العقدية أو العملية، نعم، في جميع المجالات،
ذكرت الاجتماعي والسياسي وحتى العلمي كان نحبه، والاقتصادي والنفسي والتربوي والإعلامي، وفي كل الميادين تقريبا. كلمة منهج أو مسلك أو طريقة للبحث عن أدلة لبعض الأحكام أو لإيجاد حلول لبعض القضايا المستجدة التي ربما لم تكن في مرحلة سابقة، هذا مصطلح عليه أو اتفق عليه بمفهوم المنهج اللي هو الاجتهاد، واللي هو فيه بعدين فروع ربما تعرضوا لها لاحقا. فقط نحب نضيف حاجة سيظهر في الاجتهاد، هو ليس فقط اجتهاد في القضايا المستجدة التي لا توجد لها أحكام نصية سواء في القرآن أو السنة، بل هو أيضا منهج أو طريقة في تنزيل بعض الأحكام اللي هي منصوص عليها في القرآن والسنة، لكن في سياقات مختلفة عن السياقات التي سبقت في لحظة النزول أو لحظة التشريع بالسنة النبوية في مرحلة ما. لأنه الأحكام نفسها حتى المنصوص عليها يختلف تطبيقها حسب شروط المكلف وظروف المكلف اللي هو الإنسان والزمان والمكان، والزمان والمكان هذه المقصود. نعم. يعني الشروط هي الحيثيات المرافقة للمكلف زمانا ومكانا. نجم يكون توا مكلف يجب عليه الصوم، لكن بمجرد أنه تتغير حالته الصحية أو هو يغير المكان السفر لهنا حتى الصلاة وغيرها من الأحكام الأخرى، ولما تنقضي أمثلة لاحقا الزكاة وغيرها، الحكم نفسه يتغير بتغير أحوال المكلف. المكلف نعم. إضافة إلى أنه ثم من يقتصر على المصدر الأول والثاني كمصادر الاجتهاد ولا يعترف بمصادر أخرى أو مناهج أخرى، وثم من يوسع هذه المناهج حتى تشمل ربما الكثير من الأسماء الأخرى اللي احنا ربما نتعرض لها لاحقا. شكرا سي خالد، وأنت يعني بارك الله فيك الذي لا يشق لك غبار في هذه المسائل، في هذه المسائل، وهي من يعني اختصاصك ومن مشمولاتك. سي جمال وسي الحبيب ايضا يعني الامر يعني الجميع. يقول تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الايه 59 من سوره النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يعني المصدر الأول مصادر تشريع القرآن، وأطيعوا الرسول المصدر الثاني مصادر التشريع، وأولي الأمر منكم يعني أولي الأمر العلماء والمجتهدون، إذا أجمعوا على أمر ما يصبح ملزما للجميع، أليس كذلك؟ وهذا معنى الإجماع، وهذا اللي يعني فيه إشارة إلى الإجماع. فأنت نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد هنا بمعنى القياس. طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا بطبيعة الحال تشريع بالنص واضح القرآن والسنة، وما أشارت إليه الآية في الإجماع والقياس هو تشريع بالاجتهاد. بداية أريد أن نقف على الإجماع في مستوى على الأقل المفهوم، في مستوى المفهوم سواء كان في مستوى اللغة أو في مستوى الاصطلاح الشرعي. الكلمة لك سي جمال، تفضل. أولا مش ننطلق من الآية ودلالتها وتشير إليه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الملحوظ في هذه الآية أن كلمة الطاعة والأمر بالطاعة لم يتكرر في الدعوة إلى طاعة أولي الأمر، معنى ذلك أن طاعتهم مشروطة بطاعتهم لله. وهنا يمكن نتحدث عن مسألة الاجتهاد والإجماع، أن الإجماع أو الاجتهاد هو مدين بروح النص، لا يمكن أن ينفصل عن روح النص اعتمادا على الآية نفسها: فإن تنازعتم في شيء فردوا المرجع هو النص. طبعا تحدثنا سابقا عن مصادر التشريع هي القرآن والسنة، النص يعني القرآن والسنة، وما عداها فهي أدلة ومناهج، وهناك فرق بين المناهج والمصادر. المصادر هي النقلية جاءت عن طريق الوحي، والمناهج ما هو النتاج العقلي، ولكنها مدينة لروح النص، لا يمكن أن تنفصل عن النص انفصالا كليا، ولا أصبحت متاهة عقلية لا علاقة لها. الباب الكبير الذي ندخل إليه من المناهج هو باب ما يسمى بالاجتهاد، وبالاجتهاد تبدأ عملية
الجدلية بين النص والتاريخ. هو الإجماع آلية من آليات الاجتهاد. هو آلية الاجتهاد. أي آلية من آليات الاجتهاد. نحن سنحصل الكلام الآن في الإجماع. الإجماع. نعم. الإجماع لغة أصل فعلي جمع، وجمع شيء مشتت المتفرق أصبح واحدا أو ومن أجمع جمع وأجمع أجمع الإجماع هنا والاتفاق والعزم على أمر ما اصطلاحا واتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية على حكم ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد حدود لا إجماع في عصره لأن الرسول كان هو المشرع وهو المفزع الذي يفزع إليه المسلمون بعد وفاته في أمور لا نص فيها شروط الإجماع والاجتهاد لا يكون اجتهاد مع النص هذا هو معنى الإجماع لكن الإجماع لا يجب أن يفهم أنه إجماع جميع المجتهدين وهذا أمر مستحيل بل أغلب المجتهدين هذا هو الإجماع المعتد به والله هذا ربما سيأتي لاحقا ولكن في هذا الزمن يمكن الـ يعني المجتهد عبر يعني الوسائل الاتصال هذه يعني المتنوعة والكثيرة يمكن أن يصل إلى جميع المفتين وإلى جميع العلماء وإلى جميع الفقهاء ويمكن لهم أن يجمعوا على أمر على أمر ما وربما يعني سابقا لأنه لا يمكن يعني في العمل الآن ولا تاريخ التشريع غير ممكن فهمتك فهمت لابد من وجود نوع من التفرق سيأتي المهم سيأتي هذا سيأتي هذا لاحقا هو مفهوم إشكالي يعني نعم سيأتي هذا سيأتي هذا لاحقا شكرا فيما ذهبت إليه أحسنت سي الحبيب ونحن نتكلم عن مسألة الإجماع وربما يعني التعريف الذي وقف عليه سي جمال هو اتفاق علماء علماء الإسلام علماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ما في مصر ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان لك تعريف آخر في هذا المستوى في هذه الدلالة فبها ونعمة وإلا نريد أن نقف على شروط الإجماع وشروط الأخذ بالإجماع من خلال التعريف من خلال التعريف ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الإجماع حتى نأخذ به من خلال هذا التعريف يعني اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ما في مصر ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كلمة لك سي الحبيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أريد أن أعبر عن شكري الكبير لكم أحسنت شكرا حسن أخلاقك هذا الشكر ليس أخلاقيا ولا قيميا وإنما صدقا هو شكر فيه إجلال لاختياركم لهذا الموضوع الجميل الرائع نحن تعودنا على مواضيع تعليمية توجيهية تربوية تأديبية تثار وتوجه إلى مستمعي إذاعتنا الرائعة إذاعة القيروان للساحة إذاعة الحياة FM نعم في هذه المرة وفي المرة الفارطة وجدنا أنفسنا نتجادل نتباحث في علم مهم هو علم الأصول هذا العلم الذي قد لا ينتبه له الكثيرون وقد لا يهتم به ولا يعيره العامة عامة الناس ما يكفي من الأهمية عليها ذكر هذا العلم هو علم يهتم بمصادر التشريع في ديننا وهو علم يبحث في براهين إنتاج الأحكام وإصدارها وإثبات حجيتها وهذا ليس من السهولة بمكان وهذا ليس من السهولة بمكان نعم. ولذلك فهذا العلم سمي بعلم أهل الحل والعقد وأنا تعجبني كلمة العقد أريد أن أقف عندها نحن نتحدث عن الإجماع يعني نتحدث عن عقد اجتماعي ولكن ليس عقد بمعنى المختص في المجالات الاجتماعية عقد شرعي نحن نتحدث عن عقد شرعي إذا قلنا عقد شرعي يعني انتهى أجمع عليه كل الناس
لكن الشرط الأول واحنا نتحدث عن الشروط ونتحدث عن الإجماع كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، لابد من أن نستحضر وأن النخبة من العلماء ومن الباحثين في مجالي أو في مجالات العلوم الفقهية والوصول وعلوم القرآن، هؤلاء والحديث والسنة النبوية إلى آخره، هؤلاء هم الذين تتوفر أو يتوفر فيهم شرط إنتاج الأحكام الفقهية في هذا الباب والحكم بالطبع. إذا ولذلك في التعريف يعني اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماء يعني أعتبر العقد تقريبا هو اللي يفسر ما معنى اتفاق. هذا ثم بعض ناس ربما يفهموا أي أنا أربع علماء في القاهرة وين رأوا اتفقوا على كل الموضوع ذاك وانتهى. لا، ليس هذا. رأوا نحب نضيف حاجة أخرى، ربما قبل كان مركزي الانتاج الاحكام الفقهيه، لانه العلماء كانوا تقريبا معروفين تقريبا، معناها تمركزهم كان تقريبا مركز في تراثنا، معناها في مركز السلطه ومركز التراث الديني. توا لا يروا توا ينجموا بالتواصل للقنوات التواصل الاجتماعي، ينجموا كبار العلماء في العالم من امريكا من فرنسا من المانيا من السعوديه من ينجموا يتواصلوا مع بعضهم بشكل وكانهم معناها قراب بعضهم برشا. وبالطبع في الاخر الامر معناها راهو نحب المعلومه اللي نبلغها، راهي شروط الاجماع كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي ليست مسألة بسيطة، ليست مسألة هينة نقدر عليها، هي مسألة فعلا تحتاج إلى علم واسع، إلى دراية كبيرة، إلى معرفة شاملة بالعلوم القرآنية والفقهية والوصول، وهذا ما سنراه بطبيعة الحال لاحقا في شروط المجتهد هذا الذي لأنه هو الإجماع آلي من آلية الاجتهاد. شكرا سلامي في مذهبت إلي. أعود إليك سي خالد، أريد أن نقف يعني كما ذهب إلى ذلك سي الحبيب في الشرط الأول، نريد أن نقف تباعا على الشروط من خلال التعريف. إحنا رولنا في التعريف وواضح كان فيه زيادة ونقصان، ولكن في النهاية هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ما في مصر ما، يعني في مكان ما، على حكم ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني من خلال التعريف ممكن نقف على هذه الشروط. نعم تفضل، الكلمة لك. شكرا سي الأزهر، شكرا عند بقية الأخوة. تواصلا مع اللي ذكره سي جمال وسي حبيب في مفهوم الإجماع، كلمة الإجماع في دلالتها في اللغة العربية تفيد الاستغراق، يعني تشمل كل علماء الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه في لحظة تاريخية ما، في يعني زمنية مكانية ما. إذن سي خالد، الأل في الإجماع هي للاستغراق في اللغة وليست لي ربما للطبعية. نعم لا، وربما ليست أيضا يعني الإشكال سي الأزهر، لأنه خلينا نقفوا عند الدلالة العلمية للمفهوم، وهي اللي ذهب إليه الكثير من علماء المسلمين وغير المسلمين، حتى النقاد من خارج الثقافة الإسلامية المستشرقون وغيرهم من والباحثين بالمعنى العلمي. نعم، أنه الإجماع بالمفهوم العلمي الصارم لم يحدث أن أجمع علماء الأمة الإسلامية على أمر ما، لأن شروط تحقق هذا الإجماع تقريبا مستحيلة في المراحل التاريخية السابقة. يمكن اليوم في ظروفنا العلمية والتواصلية، تواصل المسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ربما تيسر إمكانية الالتقاء والاجتماع، لكن الصعوبة نحب ندققوا في الدلالة العلمية. أي العلماء سعى، قد يكون لدينا اجتمعوا في لحظة تاريخية ما ولم لا يمثلون كل علماء الأمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها، ثم في أغلب فترات التاريخ الإسلامي مش نكون أيضا واقعيين وعلميين، الأمة الإسلامية من لحظة السقيفة شهدت انقسامات، وكاليش بعدين ثم مذاهب كلامية، فرق كلامية، وثم مذاهب فقهية، بل في لحظة تاريخية ما وصلنا
رغم أنه في بعض وجود سلطة مركزية في بعض المناطق من العالم الإسلامي أكثر من سلطة، يعني سلطة مركزية ولكن أكثر من سلطة، يعني أكثر من دولة. وصلنا بلا تاريخية ما، وهذا اللي وقع أنه حتى في الحرم المكي المذاهب الأربعة حاضرين، المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي حاضرين كلهم بخلفيته الفقهية. أيضا علميا قلت يصعب أن نحصر كل العلماء بمفهوم العالم، لأنه في بعض الفترات التاريخية وربما في أغلبها ربما أهم العلماء اللي فيهم طرقين توسعوا في شروط العالم، شروط المجتهد، ربما أولا يصعب وجود عدد كبير من العلماء من ناحية، وأن وجد عدد وإن كان قليلا يصعب أيضا جمعهم في لحظة ما، خاصة وقت اللي نحكي على أنه العالم الإسلامي عاش أغلب الفترات التاريخية تقريبا في انقسامات. نرجع للشروط الاجتهاد، هو الإجماع هو نوع من الاجتهاد أو هو آلية من آليات الاجتهاد، آلية نعم. من آليات الاجتهاد نعم. يعني الاجتهاد تعرفوا الكل والسادة المستمعين وربما البعض من الباحثين يعرفوا أيضا اللي هو عنده آليات وعنده نعم. مداخل متعددة وتسميات أيضا متعددة. السيوطي جمع شروط المجتهد سواء مش يكون لنا في الإجماع ولا في غير الإجماع نعم. جمع في 15 شرطا، وهي يعطي صحة لأنه آخر شرط ولأن قيمة ما أشار إليه السيوطي، آخر شرط هو أن يكون المجتهد محيطا بعلوم العصر، ولهنا انفتاح كبير على علوم العصر. ما هي علوم العصر؟ هذا هو سيأتي له. أي بالضبط. لكن قبل ذلك اللي أشار له على الأقل بدأ في إشار لي سي حبيب. الشروط الأولى، ولهنا الخطاب مش نجول للسادة المستمعين باش يفهموا اللي الاجتهاد راه مش أي كان يقول أنا مجتهد. نعم. ومش أي كان يقول أنا اجتهدت وهذا رأيي. ومش أي كان ينجم يدخل في دائرة العلماء الأمة والمجتهدين، يعني شغلت أنا عليك كلمة عالم كلمة كبيرة برشا. نعم. مش بس للسادة المستمعين على الأقل في الثقافة الإسلامية، من الشروط الأساسية للاجتهاد أولا يجب أن يكون عالما، كلمة عالم راهي بالمعنى العلمي، العلمي فيه الشرعي. المرة الأخيرة قلنا راهو ثم أحيانا تفريق بين الشرعي والمدني أو الدنيوي والديني، هو لو تفريق منهجي إجرائي، ما هو في الأصل يمشوا في نفس الاتجاه إذا كان مش في نفس الحلقة ومتمهين. إذن كل علوم القرآن اللي من بينها النسخ والمنسوخ والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل والمحكم المتشابه وغيرها والتفسير والتأويل، كل علوم القرآن، ولهنا في علاقة المصدر الأول. ثم كل علوم الحديث النبوي اللي فيها علم الدراية والرواية وعلم الرجال، الجرح والتعديل، مختلف الحديث، مشكل الحديث. وإحنا قلنا في مراحل سابقة قلنا تم علم هام في علوم الحديث وعلم الفقه أيضا مهمل حتى من بين المختصين. إذن كل علوم القرآن، كل علوم الحديث النبوي، كل علوم الفقه وأصوله. هذا سي خالد تمشينا للشروط الكل. لا أنا مش نقولها بإجماع فقط، هذه مش نجي هذه مش نقفوا عندها واحد، فهمت؟ احنا تو ماك تعرف الوقت عندنا الوقت، وثم انه عندنا لابد نخرج يعني حصه، فهمت؟ استراحه مستمعي لا فاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم ترجمة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأفاضل، مستمعي ذات الحياة فهم، القيروان للصحة، عدنا والعود وأحمد في برنامجكم المفضل إضاءات في هذه الحصة الجديدة المتجددة مناهج التشريع، وبدأنا في المنهج الأول هو الإجماع، وكنتم تستمعون إلى ما قاله الأساتذة في تعريف سواء التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، ووقفنا على أنه اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم ما في مصر ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا بالأساس إلى عناصر الإجماع التي هي كالتالي: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية كما ذكر في التعريف، بمعنى أن نصدر الاتفاق في مصر من أمصار المسلمين أراضي، يعني أرض مصر، هنا أرض في قطر ما لقتها أنا أرض، فهمت؟ حتى في
لوط في حومة في مدينة في نعم سيخال ست يعني سنستمع إلى إلى أحدهم وهو يتكلم عن هذا التعريف ونناقش ما ذهب إليه إنشأته. ماذا يقول هذا العالم في مستوى التعريف؟ يقول هذا العالم في مستوى التعريف سلحبيب أقرب من الميكرو فهمت؟ يقول في مستوى التعريف يقول اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية أي أن يصدر الاتفاق من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد وأن يكون هذا الاتفاق حاصلا من قبل جميع المجتهدين دون استثناء واحد منهم وأن يكون المجتهدون من الأمة الإسلامية وليس من الأمم الأخرى. هذا العنصر الأول أو الشرط الأول. يذهب فيقول أن يكون المتفق عليه حكما شرعيا قابلا للنظر والاجتهاد، يعني ليس نهائيا، قابلا للنظر والاجتهاد كالحكم على الاستنساخ البشري بالتحريم والحظر، وكالحكم على استئجار الأرحام بالفساد والمنع. فالاستنساخ البشري واستئجار الأرحام مسألتان قابلتان للنظر والاجتهاد قبل صدور الحكم، لأنهما لم ترد فيهما نصوص إجماعات شرعية سابقة، ولأنهما يقبلان الحكم عليهما بالمنع والتحريم وبالإفساد والإبطال. ثلاثة، أن يكون المتفق عليه موجودا في سائر العصور الإسلامية باستثناء العصر النبي المبارك الذي تثبت فيه الأحكام عن طريق الوحي والتوقيف، يعني موقوف على النص وليس بالتوفيق وليس عن طريق النظر والإجماع والاتفاق. فالصحابة رضي الله عنهم لا يجوز لهم النظر في الأحكام المنزلة على الرسول ومناقشتها والاتفاق عليها أو الاختلاف فيه، وإنما ثبت عنهم تلقيهم لتلك الأحكام وتمثلها وتطبيقها اتباعا لتوجيهات القرآن وتعليماته أمرا ونهيا واقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا العالم ما قال في التعريف ودلالة التعريف. الكلمة لك سي خالد، لك ما تقول فضل. واللي ذكرته في التعريف سي أزهر أكيد هو ينبني على الدراسات السابقة، وهذا ما وصلت إليه الأفكار أو وذلك عليه علماء المسلمين على الأقل في اللحظة. هذا بحث معاصر، ما اسمه؟ مش السادة المستمعين يعرفوه سي أزهر؟ سأذكر الاسم لاحقا فضل. أعطينا عنوان الكتاب باش السادة المستمعين نجم يرجعوا له في عنوان الكتاب. وصول الفقه. وصول الفقه اللي مش الزحيلي. لا 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 مش من القدامى، من المحدثين. المهم انه اللي كنا حكيناه سابقا هو في الجمله الاولى. نعم، احنا قلنا راهو مش اي كان يجتهد، وقال مجتهدو المسلمين. نعم، وقال ان يجتمعوا، وباش يكون اجماع يلزم كلهم يكونوا متفقين على الحكم الذي توصلوا اليه. نعم، يعني لو يكفي ان يخرج واحد مثلا اجتمعوا 10، يكفي واحد من 10 يقول انا راني مانيش موافق على الحكم اللي وصلوا له التسعه الاخرين، فلا يمكن ان نقول ان الامه اجمعت او ان العلماء جاء نتيجه الاجماع او الاجتهاد بالاجماع. نعم، يعني يكفي. ولهنا المفهوم العلمي والمنطقي، لو نقولوا الاجماع بالمعنى بالاله الاستغراقيه، يعني ان تستغرق جميع المجتهدين في تلك المرحله في تلك اللحظه في ذاك المكان حول ذاك الحكم. بالله نحب نقول للمستمعين راه وقت نقولوا الاستغراقيه باش نبعدوا على ال الجنس، هذا في اللغه باش نخاطر ربما بعض المستمعين تقول شنو لا الاستغراقيه شنو باش يحكي. هذا خلينا بس المستمعين نقولوا المجتهدون، كل المجتهدين، ونقولوا المجتهدين راهي ما نعرفش ما نحكوش على اللي هو غير مجتهد. نعم، ينجموا برشا يعطوا رايهم في الاعلام، في مؤسسه جامعيه، في كما شفنا مثلا في القرانيون وغيرهم. لو كان نرجع احنا لشروط الاجتهاد، انا حكينا فقط باش نذكر السادة المستمعين علوم القران، علوم الحديث الكل، اصول الفقه والفقه وعلومهم، اصول الدين، علوم اصول الدين وكل علوم اصول الدين، ثم علوم التاريخ، ثم علم اللغه،
اللي يجوا في العدد 14 و15 الإحاطة بعلوم العصر. مثلا اليوم علوم العصر مش نقوا فيها كل علوم البحار وعلوم الفضاء وعلوم الاتصال عنده علاقة بالحكم. هو قال يقول الإحاطة مش معناها يكون راه متخصص، اما على الاقل ينجم يوظف العلوم مثلا. توا في اجتماع مجتهدون العالم الاسلامي في مساله كيف الاستنساخ مثلا، نعم، ولا كيف استئجار الارحام وغيرها من المسائل المطروحه. مش نقف عندها هذه الساعه، هذه مش نقف عندها توا. اذا هو باش يكون متبحر ومتعمق في العلوم الشرعيه وتكون ما عنده حتى اطلاع على العلوم الطبيه اللي هي اليوم بحار ومحيطات، يعني ما ينجمش يفيد برايو في لازم يكون على حتى على مستوى الإحاطة، مستوى إنه عنده بعض المعارف مثلاً في لهنا مسألة أخرى نحب نشير لها سي الأزهر. راهو كنقولوا في المسائل الكرتة مثلاً لهنا في داخل الشروط اللي بغيتو نناقشوها، أحياناً بعض المسائل تطرح كمواضيع للبحث والاجتهاد، وللأسف هي عدنا فيها نصوص. مسألة كراء الأرحام مثلاً، إحنا مش عدنا شروط لش يكون المولود شرعا، مش عنده شروط. اي بطبيعة الحال اي لابد ان نكون الى هل كراء الارحام هل يخضع لتلك الشروط ام لا، هل يستجيب، هل يوافق، هل يتبقى ام لا؟ بنرجع للاستنساخ، احنا عندنا آية قرآنية تحكي على او تعطي حكم على الذين يريدون التغيير خلق ربي. نعم، الاستنساخ ما هو؟ بالضبط يعني مش جول هنا باش نخلي الكلمة للأصدقائي وأختي معايا. اليوم مثلا في المسائل المالية في البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، ثم هيئات نحكي الاجتماع المجتهدين، ثم هيئات شرعية هي في حالة اجتماع 24 ساعة ل 24 ساعة، يعني وقت اللي تعترض البنك اللي هو بنك إسلامي أو طبق الأحكام الشرعية الإسلامية هو في حالة انعقاد، أي مشكلة تتعرض البنك أو العاملين في البنك عندهم اللجنة. اللجنة شنو فيها؟ فيها اللي هو محيط بالعلوم الشرعية ما فيها المالية الإسلامية وغيرها، وفيها مختصين في الاقتصاد وفي المالية وفي النقد وفي الاقتصاد والتصرف، وفيها في اختصاصات أخرى. مفهوم الاجتهاد هو بيدور مش يتغير سي الأزهر، مش نختم الكلمة هذه. راه هو رغم من مفهوم الكارتونتي اللي شروطه راه باش يتغير من لحظة تاريخية معينة إلى لحظة أخرى. الشروط الكارتونتي ربما تنضاف شروط، ثم شرط فيه مش يتغير تماما معناتها. لا معاك، ثم شروط ثابتة، أما ثم شروط باش تنضاف. ثم شرط إنه راه ما يكون يعني إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. لأنه يرجع للرسول ساعتها. والشرط الثاني نعم نعم، والشرط الثاني أن مهما كان هالإجماع هذا يجب أن لا يخالف نصا شرعيا واضحا سواء كان من القرآن أو السنة. قلنا هو من بين شروطه الإحاطة يكون عنده العلوم الشرعية كلها في القرآن في الحديث في الأصول الفقه في أصول الدين في التاريخ في المسائل الأخرى الاجتماعية في العلاقات في التواصل، إضافة إلى علوم العصر اللي هي لا حصر لها. طيب إحنا في سواء في الإجماعات أو في الفقه نقول نحن عالى على أبي حنيفة، يعني هذا تقريبا بالاتفاق. أبو حنيفة في المجمع الفقهي متاعه عنده 40 مجتهد، هذا مروي 40 مجتهد كل واحد في اختصاص معين. ماذا نفهم من هذا؟ كلمة لك سي الحبيب. شكرا، أنا مش متوسع برشا. أعطيني ماذا نفهم من أنه أبي حنيفة عنده في المجلس متاعه واللي يجمع فيه على أحكام في ذلك الزمن عنده 40 واحد كل واحد مختص في حاجة معينة. شكرا، بتبيع معناتها هذه مسألة أكدناها منذ حين جميعا، قلنا راهو ليس من السهل أنك تجتهد، والاجتهاد راهو في الأخذ بالكل هو إصدار لأحكام شرعية، والأحكام الشرعية هذه راهي يلزم في الأخذ بالكل فيها اتفاق، فيها عقد بين مجموعة كاملة، فيها إجماع بين مجموعة كاملة، فيها رضا بين الناس الكل. هذا راهو ليس من السهل وليس من البساطة بمكان. هذيك علاش يأرخلنا تراثي وثقلنا تراثي علمنا تراثي قلنا راهو أبو حنيفة طبعا الفقيه اللي مشهور
ميله للمنزع الفكري والمنزع العقلي، أنه كان عنده مكتب كامل، كان عنده هيئة كاملة، ما كانش يخدم وحده، لأنه كان يؤمن أنه من الصعب أنه يعتمد على نفسه في أنه يوصل إلى مقرات وإلى نتائج على درجة من الأهمية. في الآخر بالكل نحب نزل في النقطة هذه بدون إطالة، أراه ليس من السهل أنك تجتهد معتمد على كفاءتك الذاتية. كفاءتك الذاتية لا يمكن أبدا أن يتوصلك لأي حكم نجم نقوله فيه إجماع. هذه حاجة مسألة ثابتة. كنرجع لا عاد على الكفاءة الذاتية هذه ما تسماش إجماع، هذا خلي إجماع راهو فيه ما دام قلنا إجماع يعني نسبة إلى الجمع. نقصد أنا نقصد خلينا نبلغ الفكرة نعاود شكرا على خاطر نحن يهمنا أنا أكيد أنت فاهم لكن يهمنا المستمع. نعم 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 احنا ايش قلنا معناها عنده مكتب وعنده عنده 40 واحد مؤسس لغة الأمة وقسين سحبي بتذكير ولو كان قادر قراته كان في مركز الدولة الإسلامية اللي حكينا احنا توا على عرف سحبي نقول قادر قراته وحنيفة راهو بالفعل هو مؤسس وكل الخبرات في الاختصاص هذا في المجال هذا كلها مسخرة له موظفة. ومع ذلك شوف راهو مو تعرفوا كان مش نتوسعوا شوي انه راهو وهذه عندها فيها دلالة أخرى انه كتب الأم في العراق وبعدين كي مشى لمصر انه حاول كتب غير برشا حوايج في الرسالة يعني فهمت تراجع عن كثير من الأشياء هكا ولا سي جمال نظرا للواقع الشافعي عفوا ذاك الشافعي أبو حنيفة نفسه راهو غير كثير مواقفه وقت اللي اكتشف نصوص أخرى اجتهد هو في مجال المواضيع وكان يعتبر انه ما فيهاش نصوص ولما اكتشف نصوص في بعض الوقت يقول ثم 300 ويش مساله حافظ فيها على رايه رغم ما عوجد النص وثم مسائل ربما عدل فيها بعض الشيء تلا هذه حتى البداية حتى الناس لازم هذا الاختصار انه قلنا راه من الشروط يكون محيط بالقران لانه احكي انه هو يجتهد في مساله في تقديره انه لا يوجد فيها نص ولكن الحقيقه فيها نص لكن يتراجع فيما بعد يعني يتراجع فيما بعد هي قلت لك يتراجع في مسائل وثم 300 واش مساله وكان تبعوه مذهبا مذهبا راهم تلامذه لبعضهم البعض يقول للتلميذ نتاعو ما تلتزمش بالمذهب نتاعي اخرج ارجع المذهب نتاعي واجتهد تبقى لتطور العصر وتتالي الاحداث تتالي الاحداث. المهم سي الحبيب ماذا ذهبت الى انه هذا هذا الإجماع لابد أن يكون فيه يعني كل الاقتصاد تقريبا يعني حتى يكون هذا الإجماع يعني مجديا وهذا الإجماع مبني على مقاصد ومبني على غايات ومبني على أهداف ومبني أيضا على أدلة شرعية على أدلة شرعية مش يعني حك رأس ويقول أنا وكذا وكذا. سي جمال ونحن نتكلم عن هذه مسائل في الإجماع مثلا مسائل أجمعوا على تحريم الاستنساخ البشري أو كراء الأرحام أو الموت الرحيم أو يعني من مثل هذه أعطينا أمثلة نحب أمثلة يعني قربوها من مستمعين الأفاضل في مستوى الإجماع سواء كان بالنفي أو بالإثبات يعني أجمعوا على يعني تحريم هذه الأشياء وأجمعوا على تجويز أو إجاز هذه الأشياء بطبيعة الحال سنعرف فيما بعد ما هي الغاية من الإجماع وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عن الإجماع. الكلمة لك سي جمال. الغاية من الإجماع هو توحيد الحكم الشرعي بين المسلمين من الله وتقريب وجهات النظر بين العلماء. القضايا التي تناولها المجتهدون المعاصرون قضايا جد وحديثة، قضية الاستنساخ عن التسعينات بقضية الاستنساخ، وليس المسلمون فقط هم الذين حرموا قضية الاستنساخ، كل الديانات وكل يعني الحكومات صرخت وصدعت بتحريم هذا المشروع. كان في إيطاليا طبيبة إيطالية هي التي حاولت ان تطبق الاستنساخ على البشر ومطبق في الاستنساخ اللي يسمع فيك قال لك اش معناتها الاستنساخ ما فهمتش انا الاستنساخ يعني لما نتحدث عن الاستنساخ هو يعني ايجاد انسان او ايجاد انسان من خلال خليه ذكريه دون لجوء الى الزواج دون لجوء الى اللقاح
بخلية ذكرية هذه هو قد تطبق في عالم الحيوان النعجة الدولي تطبق في الزراعة ما يماتت هذا النعجة ما يماتت ولكنه كان ضررا فادحا حتى في الزراعة وفي الانتاج الحيواني يعتبر الاستنتاج لتطوير الانتاج ولكن في نفسه يعود بالمضرة على صحة الإنسان وأريد وأراد البعض أن يطبقها الإنسان ستوب هذه الطبيبة الإيطالية تقضي على مفهوم الإنسان نفسه الإنسان يحتاج إلى ومفهوم الأسرة ما أكثر من الأسرة يعني تحب تجيب 100 أسرة مش بحاجة للزواج تبقى نأخذ من خلية ذكرية وتجيبوا 100 لزهر وألف لزهر نحس من الزهر وخدموا به في الأجنة سجن كما في الأول حبوا يخدموا به في الأجنة لتوظيفا بعد سواء في البحوث العلمية وإلا في بعض الحلول أنه هكا عنده بنوك من الأجنة يأخذ منها كان يسحق كلوية عنده لم يأخذ يسحق قلب بيز ديت الشيء الخطورة لنا وأيضا في جانب القيمي الأخلاقي لنا يدخل أخطر من ذلك هذا المفهوم الأسر عشان الأسر ما لازم تعبس وده وقع تطبيقه وعنده عواقب أخرى وقاموا ضجة كبرى جميع الديانات هذه مش إجماع مجتهدي أمة سابق هاو إجماع البشرية الإنسانية أدركت الخطر وخطر المرور مش كان في الاستنساخ في كثير من حتى الأسحاب واستئجار الأرحام هذا استئجار الأرحام هذا عندي من ملاحظة سأعود إليك سيدي سأعود إليك استئجار الأرحام هذا أيضا لقد أجمعوا على تحريمه فهمت هذا الموت الرحيم فهمتني وقع فيه خلاف واستئجار الارحام سجناه هذا الوضع للساده المستمعين انه زوجته لا تنجبه باش يستاجر رحم امراه اخرى ايا كانت تزرع فيه بذره شخص اكس ومده معينه وبعد ينجم ينقلوه فلوس العمر معين ولا هي ولده بعد هكا ولا ولده لا 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 طفل الأنبوب جوزوا طفل الأنبوب جوزوا طفل الأنبوب بشروط فهمت تطبق عليه الحكمية فهمت أن يكون محرم ومباح هما جوزوه إذا كان يكون البواب اسمعنا هما جوزوه على أساس أن يكون الطبيب يكون ثقة ويكون مسلم وتكون البويضة من الزوجة الشرعية والحيوان المنوي من الزوج الشرعي فهمت نعم فهمت كنت أشكون الحيوان، ويا بتشكون البويدة يعني، عشان نتاج علاقات في ترتيب، يعني يكون زوج جاي الموت، ترى بدهم يأكل جاي، وقت نقول مباح تقول أمبو، كثير من المستجدات أو تطلب الاجتهاد وتطلب على إيش تقول مجتهد، ما يكفيش ما يكون مختص بالشريعة في علوم الشريعة علوم شوي دين، يتم يكون عنده علاقة بالأطباء فسأل وأنا ذكر في طارس وأنا أهل ذكر. كي نكون أنا في الشريعة وسي خالد في الطب وأنت في الاقتصاد وسي الحبيب في السياسة واحد. ما نجموش ساعتها النجم أول. هذا اللي فعله أبو حنيفة معناته. هذه قاعدة في المنهج الإسلام بين من العقل المنهج العقلي يعني مثل أهل الذكر أهل الاقتصاد. فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. ونجيب هيك حرام علاش حرام هو السؤال البديهي والمنطقي علاش حرام علاش حلال هذا العقل البشري ديما يتساءل خاطر الشريعة مش عطي بغطي شريعة محللة اللي عندها علاش تفرقوا علاش كذا علاش كذا أنا واحد مش حتى كيما جات مسألة أصول الفقه الاجتهاد حتى في تفاسير القرآن أي نعم تجيك الآيات تاع تكون الجنين هذيك المضغة والعظام والعظم رحمة الخلق ما كيفاش تفسروها باش يقول هذا قدرة الله وعظمات مستوعب يمثل تو نعطيها تفسير آخر تفسير علمي كيفاش في الكوندس هو تم وبعد يتكون أسبوع الأول وأسبوع الثاني كيفاش شنو هي المضغة وشنو هي العلقة وشنو كسرنا والأجل المسمى نجم نفسر القرآن تفسير علمي كما الاجتهاد الفقهي يتطور كما تفسير القرآن تماما والاجتهاد ما يكونش عنده علاقة بثقافة العصر ثقافة العصر راهو ما نجمش يفلح لا يفلح في الاجتهاد لازم يسأل ما نعرفش نعم الأمور نتاع الجينيتيك راهو ما تقريسوش إيه راح يجيش معناها في كونداسيون مش معناها تكتب أو مش نجيبوها المرة الجاية إن شاء الله نسدعوها نجيبوها المرة الجاية فاهمين التفسير احنا فيها إعجاز علمي وقرآني اليوم احنا من خلال برنامج نوجهه له التحية ونوجهه له استدعاء رسمي نوجهه له استدعاء رسمي الزوج الكريم لعل عرق النزاع ونقولها وكما أنت تجيني فهمت
سي الحبيب أعود إليك يعني في هذا المستوى وفي الأمثلة. أجمع علماء الأمة تقريبا في العصر الحديث على تحريم الموتى الرحمة أو ما يسمى بالموتى الرحيمة. ما الغاية من وراء ذلك؟ وكلي يسمع فيك يقول لك خويا بالله تي هو مريض وعاني وعلى يعني شافا جرف نهار يعني يزوروا ملك الموت يزوروا يوميا يعني بمفهومنا احنا معناها يوميا بحذاه فهمت؟ هي ما رتحوهم الالام تاعو فعلاش يسمعوا هما على التحريم هذا؟ كلمه لك سي الحبيب. شكرا لو سمحتم عندي توسع صغير. ما يسالش ما يسالش تفضل اي كلمه لك تفضل. توسع فقط مش توسع شو موضوع هو أثرنا منذ قليل وأنه الإنسان راهو عنده مفهوم. نعم. الإنسان راهو ماهوش إنتاج ماكينة. ثم حتى الإنسان في شروط معناها نشأته وتربيته ومرافقته وكما نقولوا حتى ليبلغ مرحلة النضج. نعم. عبر مراحل معينة. لاحظوا أن البشر معناها الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان لأن يعني الإنسان معناتها ابن بيئته وابن مجتمعه ما هوش ابن إنتاج ماكينة ولا اللي نحب نقوله ليس هذا في ذاته نحب نقول خلاف ذلك إنما جميع العلوم الإنسانية بل والصحية أثبتت أن الإنسان اللي لم تقع لم تتم مرافقته بالشكل السليم بالشكل الجيد بالشكل المناسب أرى فيما بعد سيلاقي آلاف الإشكاليات الاجتماعية في مستوى التواصل في مستوى حياته في مستوى مرافقته إلى آخره. نعرف أن الناس هذوما في أغلبهم اللي عاشوا إشكاليات كبيرة نعرفوا حتى في مستوى المدرسة الصغير اللي عاش إشكاليات كبيرة موصولة بفراق بين بوه وامه والخصومات خصومات وما الى ذلك ما هوش هو نفس الصغير ما يكونش عنده المؤهلات اللي عند الصغير اللي عايش ظروف عاديه لان الانسان اخر الامر هو راهو مش مستوى فيزيائي معين ولا عنده تركيبه معينه او عنده جسم سليم ما ينجمش يكون عنده جسم سليم الانسان يجمع بين النفسي الروحي وبين المادي والبدني هكا علاش احنا جينيرالمون في الصحه يقولوا فلان بسيكوبات ما معنى بسيكوبات يعني عنده الم في بدنه الجسميه وعنده كذلك اشكاليات نفسيه البشر في الاخر بالكل عمره ما ينجم يكون ابن ماكينه وترميه باش يكون انسان متوازن في المجتمع باش انسان ميكانيكي استقرار وباش يحقق توازن ربما يتحول الى شخص معناتها أقول أنا خطير جدا متوحش الله أيوة. أعلم ماذا ترتب عنه من مش يحب له وهنا تأجي السلبية للاستنساخ نعود إلى الموت الرحيم إشكالية الموت الرحيم إشكالية كبيرة لأنه إشكالية ما نعرفش هناك إجماع عليها لا أظن أجمع ولا موقع الإجماع على تحريم ذلك قالوا لأنه يعني قتل نفس بغير حق هذا متفق عليه قتل نفس بغير حق أما ثم شكون يذهب يقول لك أخويا علاش قتل نفسه هو بتبيته مش يموت يموت خل رتحوه من الألم تاعه مريض يتعذب لا يتعذب الأحياء هذا يطرح فيه قال لك علاش أهنا مثلا هل إنه علاش هذا ما يموتش علاش ما نحاولش ان الطبيب يفهمك تيلا اعطيني انا اعطيني انا عامه الناس يسالوك السؤال هذا فهمت يسالوك السؤال هذا اجمع العلماء على ان الموت الرحم لا يجوز لانه قتل نفس بغير حق هذا متفق عليه هذا يوقع عليه الاتفاق متفقين ويقولوا علاش بطبيعه الحال فهمت لي ها قتل نفس بغير حق واضح ثم من عامه الناس اللي يقول لك خويا علاش هل نرتحوها احنا من فهمت اي خليه نرتحوه علاش هالتعب نتعبوا احنا في جرته ونخسروا في فلوس ودنيا وماشيين جايين و و و ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهم ارجع لسوره الملك الساعه يعني سوره الملك تعلمنا دروس كبيره منها تعرفش كيفاش تعرفش كيفاش باش نعطيك راحه في عقلك اعطينا الجواب مسمي يلا فاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا إذا كل نهار جمعة
على الحياة فهم. عدنا مستمعي الأفاضل والعود أحمد من إذاعتكم المفضلة إذاعة الحياة فهم القيروان للصحة في برنامجكم إضاءات في حصة جديدة متجددة منهج التشريع مع منهج الأول وهو منهج الإجماع. سي الحبيب أعود إليك، يعني وقفت معك في مسألة هذا، يعني الموت الرحمة والموت الرحيم والإجماع على تحريمه، ما هي الأسباب الواقفة وراء ذلك؟ وهل يعني ثلة من الناس يقولون ربما ليسوا مع التحريم رفقا بالمريض الذي طالما مرضه؟ الكلمة لك سي الحبيب، تفضل. بارك الله فيكم. أولا في البداية يجب أن ننتبه إلى مثلا هذا قرار اجتهاد، كما كان الأخوة الكرام يقولوا منذ حين، هذا اجتهاد، والاجتهاد هذا راهو دائما وأبدا موقف العلماء. نعم، هذا ما اتفق عليه العلماء. نحن من عامة الناس، لسنا من علماء، نحن طلاب علم. نعم، لسنا من علماء يتلوم عليه. لا ينبغي لنا أن نبحث عن تخريج ننقض به هذا الاتفاق. لا سي الحبيب، نحن نحب نبين ونعرف الكلمة ستعود لك، نحن نحب نبين وقت نقولوا هاو علاش، لأنه هما تو قلت باي أجمع على نقولوا علاش، لأنه هما ما هو اللي أجمع عنده دليل اعتمد عليه هكا ولا، ثم اللي يقول احنا خويا خلينا نخفف عليه، هاو نقولوا له علاش ما نخفوش، يعني ما نخفوش عليه. تفضل. صبرا دكتور. تفضل. فإن موعدكم آخر الأمر هو الانتهاء إلى الإجابة بالطبيعة. أعرف أن الكلام بأواخره. فقط أردت أن أثير المسألة من هذه الزاوية. الوقت نعم. شوف، الملك لله، ربي من خلق الحياة والموت وخلق الموت. نعم. وربي هو الذي كتب على نفسه البقاء وكتب علينا الفناء. الفناء. وربي علمنا أنه كل من عليها فان فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وربي هو اللي علمنا أنه كل نفس ذائقة الموت، وإذا جاء أجلهم فلا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. إذن الحياة العمر ذيك كتبه الله البشر، نهايته كيف تكون؟ كل واحد نهايته، واحد يرقد على الفراش ويتوفى. نحكي لكم قصة سريعة اللي قريتها، زوج صغيرات، واحد عمره بنية عمرها 18 ولا بنية عمرها 17 وأخوها عمره 18، صار يلعبوا في البحر، يلعبوا على شاطئ البحر. شو صار؟ صار تحلت الأرض، الزوج بلعوا في اللحظة ذيك، جت الحمام منعت البنية ومات. مثل الليل توقف، كل واحد وقت اللي يجي ساعته، كل واحد وقت اللي يجي ساعته انتهى. بما في ذلك الناس اللي هما عندهم إصابات بالأمراض المزمنة الشديدة الموجعة، اللي الموت متاعهم يجي لحظة بلحظة وقطرة بقطرة وساعة بساعة. والحد وأنه قريب الميت يتألم برشا، لما أنه يشاهدوا من آلام ومن عذاب، لكن هذا بيخليناش نميلوا الوجدان. راهو هيك ربي سبحانه وتعالى أودع فيه الروح، والروح هذيك ممنوع على أي كل أن كان منها. هو عنده أجر زاد، يصبر على المريض متاعه. سنعود إلى ذلك، بس انت في الملاحظة ذيك كمل ملاحظة. راهو البشر ربي خلقه عنده عمر، كتب له عمر من كذا إلى كذا، حتى واحد فينا من نجم يشتهد ويقف له عمره ولو قبل لحظة. نعم. ولو أضف إلى هذا النجم، نفترضه كما صارت الإشارة منذ حين، أنه هاك اللي أحنا مش نقتلوه بالموت الرحيم، أنه ربي سبحانه وتعالى يبعث فيه. أنا نشوفه إحنا قصة سيدنا داود، قصة كبيرة وفيها تقريبا الحالة هذه، أنه الرجل وصل إلى مرحلة لا يصدق حتى واحد أنه ممكن يعيش بعد.
ثم أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب سامحني. سيدنا أيوب. ما يتدخل الصوت. نعم. وصل إلى مرحلة معينة ثم ربي سبحانه وتعالى بعث فيه الروح من جديد. بعث فيه الحياة من جديد وعاش ما شاء الله. يعني مثل هذه بيد الرحمن. هذا في له هذا. أراه هذاك عنده فيه أجر الشهداء. إذا توفى توفى شهيد. وعند ربي عاش وعنده على صبره. وعلى احتسابه وعلى على رب العالمين عنده أجر كبير. علاش نحرموا فيه من؟ شكرا شكرا سي غاديم. سي جمال لك إضافة في هذا؟ يعني لماذا لا نقتل هذا المريض وحرمنا قتله؟ أولا واضح بالآية ولا تقتل النفس اللي تحرم الله والتي بالعقل. نعم. هذا الإجراء الموت الرحيم أسباب عقائدية. أعتقد أن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت. نعم. الإنسان تلم به المصائب حتى نظر مسد الموت الرحيم بل لنا في الواحد نحب نذكر مواطنين ومستمعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث لا تدعوا على أنفسكم بالموت بل قولوا هاوش قال اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. فضل. لا يتمنى أحدكم الموت عسى أن يكون محسن فيزيد الله في إحساني عسى أن يكون مسيئا فيتجاوز الله عن سيئات. نعم. الإنسان قد يصل إلى الموت غمزي الإنسان كشخص وتنبه الظروف وظروف الحياة وبؤس الحياة فيفكر أحيانا أن ينهي حياته ويتمنى الموت حتى حد يرضى أي تمشي يشنق روحه ولا ولا يشرب دواء ننتهي من عناء الحياة. فالإسلام أمرنا أن نصبر ونعالج الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل القاتل وهو مؤمن. يعني نزل هناك أمل في التغير. نعم نحو الأفضل الحياة. الأمل لا ينقطع في الأمل في مفهوم الإسلام يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. نعم نعم. فلابد الإنسان عنده خانة من الأمل والأمل نستمده من ثقته بالله أن لا شيء يدوم. نعم. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. نعم. أمر. نعم. كذلك الموت الرحيم لماذا نجزم أنه خلاص هذا انتهى؟ قال لما نهى صح لينا. حتى تتبع تتبش الأذر نيرا في الكوت تعرف كما قال زي خال أنا أعتقد أحدنا أن أعتقدوا أنا مات وصيي وتشلوا بدنوا بعد في نخل كله إيش لذا أربعة مات ويموت الطبيب الذي أفتى به. نعم نعم في حاله. طيب شكرا. الموت الرحية أيضا هذا الأسباب منه وكانوا تدخل في المشيئة لله باعتراض على مسألة القضاء والقدر. الموت في أجل إذا جاء جاء جاءوا لا يستقدم جاءوا لا يستقبلوا ونوع من القتل. مقولش ما نقولش موت عين قتل رحيم وقتل قتل نزاك الروح البشرية مهما كان الوسائل مهما غلث بعناوين الرحمة ما فينا الرحمة ما فيش تقتلوها ذا. شكرا سي جمال فيما ذهبت إليه. الآن نستمع إلى يعني هذا العالم فيما يقول في الإجماع في العصر الحالي. لا 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 السياق هذا بدات في دقيقه ولا اقل ما عادش وقتها. مش قلت لك احنا راهو لازم نرجعوا ديما للمجتهدين العلماء بشروط المجتهد العالم. انا كنا نعرفوا تقريبا وحتى الكثير من الباحثين في غزوه من الغزوات بعض من احد الصحابه اجهز على جريح والجريح هو في الصف الاخر وانا بين قوسين هو في العدو. ما كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. رسول ثلاث مرات يعاود يقول اللهم إني أبرأ لك مما فعل بعض الولايات خالد بن الوليد رغم أنه راه الذي أجهز عليه هو من عدو في ساحة المعركة. فما بالك وقت يكون هل اللي هو في لحظة ما قبل الموت الرحيم هو قريبك ولا من عائلة ولا من كذا. ولهنا ديما نحب نأكد على أنه راه الاجتهاد في أي مسألة يجب أن يكون من مختصين بشروط معينة وأن يكون بالأساس على علم بكل النصوص قرآن سنة أو اجتهادات سابقة في ذاك الموضوع. أحيانا نحن نشارك مسألة في تقديرنا ما فيهاش نص للأسف في فيها نص وخاصة آيات الأحكام. نعم شكرا سي خالد. إذا ماذا يقول هذا يعني العالم في مسألة الإجماع في العصر الحديث؟ يقول الإجماع وسنناقش هذه المسألة. الإجماع في العصر الحالي واجب شرعي وضرورة إسلامية تمليها طبيعة العصر ومستجداته وحوادثه وتحدياته وتوجيه أدلة الإسلام وقواعده ومقاصده
وقد تأكدت في الوقت الحاضر دعوات كثيرة وكثيرة إلى قيام الاجتهاد الجماعي المؤسساتي المنظم نظرا لكثرة الحوادث والمستجدات وتداخلها واتصالها بالعلوم الكونية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والطبية والبيولوجية، وكل ذلك يقتضي التعاون مع المتخصصين والخبراء والراسخين في مختلف تلك المجالات، ويستوجب الاطلاع على تلك المجالات والاستئناس بها في بيان الأحكام الشرعية والحلول الإسلامية لما يظهر ويحدث من نوازل وحوادث ومشكلات. وهذا كله لن يكون ممكنا وميسرا إلا من خلال إقامة الاجتهاد الجماعي المفضي إلى الإجماع الجماعي أو الاتفاق الأكثر، وتكون آليته وهيكلته متمثلة في المجامع والمؤسسات والهيئات الفقهية والبحثية الإسلامية التي يتزايد الاهتمام بها في العصر الحالي تأسيسا وتفعيلا وتأصيلا، لا سيما والظروف الآن ممكنة وميسرة أكثر مما مضى. وأمثلة الاجتهاد الجماعي كثيرة جدا، وهي مبثوثة في قرارات وإصدارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ومكة والهند وهيئات الفقه ومراكز البحوث الموجودة في العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا. كلمة لكم، تفضل. شكرا سيد أزهر. ثم كلمة مفتاح في ما كنت تقرأ سيد أزهر هي نعم. الإجماع الأكثري. نعم. وهذا يؤكد اللي احنا حكيناها قبل قليل، قلنا رأى الاجتماع بالمفهوم هذا صعب شوية، لكن البديل هو الاجتماع الإجماع الأكثر. نعم. إنه أغلب العلماء بالمواصفات بالخصائص الشروط المذكورة يجتمعوا في لحظة ما للبحث عن حل مشكلة ما، هذا ممكن. وتكسروا أكثر أيضا مثل ما ذكرت وسائل الاتصال المعاصرة، ونحتاجه اليوم بالطبيعة نحتاجه. نعم. هو تنقلوا حكم شرعي اللي هو إما منصوص عليه بنص قرآن أو سنة، أو توصل عليه المجتهدون بناء على تلك النصوص أو اجتهدوا في تطبيق تلك النصوص. المقصد والغاية، ولأنه ممكن نوصل لمفهوم آخر في المستقبل وفقه المآلات. نعم. المقاصد هو الغاية من الدين، والمقصد الأساسي من الدين هو خدمة الإنسان، عكس ربما يتصور الكثير خاصة العوام. يعني أي مصلحة للإنسان بالمعنى العقلي والشرعي فثمة الشرع الإلهي، حتى وإن كان في لحظة ما عرفناش النص. إذا كان ثم مصلحة حقيقية فثم شرع الله، حتى إذا كان إحنا ما عرفناش النص أو ما فهمناش على مش نرجع شوية نربط مع اللي حبيت توصل له ربما سي الأزهر، ما قام به أبو حنيفة. نعم. في ذاك العصر كان عنده 40 خبير بين قوسين. نعم. معه هو اللي موجود اليوم بالإجماع أو الاجتهاد الجماعي أو المجامع، اللي النجم نسموه حتى الاجتهاد المؤسساتي. يعني مؤسسة، ولأن نجم نقول ما قام به أبو حنيفة كان هو اجتهاد مؤسساتي. نعم. مؤسسة معينة. نعم. خاصة أنه هو رسميا أبو حنيفة كان قاضي القضاة للخليفة أو الحاكم أو السلطان العباسي في تلك المرحلة. نفس الشيء اليوم في واقع المسلمين، في واقع العالم اليوم، فقط الإنسانية، وهذا يهم المسلمين ويهم البشرية والإنسانية بصفة عامة. في أي قضية منها الاستنساخ ولا الموت الرحيم ولا استعجال الأرحام ولا أي مسألة ممكن تطرأ على الإنسانية، تحتاج إلى اجتماع على الأقل الأغلب العلماء المختصين والمعنيين بهذا المجال هذاك اللي يعطونا حل في هذه المسألة أو المشكلة. وهذا الحل اللي يخدم الإنسانية اليوم هو الإجماع الأكثر المؤسساتي، سميها مجمع فقهي مجمع روي فقط. احنا ربما احيانا نحكو على الاحكام، لكن حتى نرجع للغه العربيه، نرجع للتاريخ، نرجع للطب، نرجع لعلم الفلك، لعلم البحار، علم على مستوى العالم. تم مؤسسات عالميه اليوم موجوده وتنظر في المسائل المستجده في سياق معين وتعطينا حل. الحل هذا يخدم اللحظه هذيك، وهو قابل للاثراء والعلاج والقدم ونأخره ولا نخدمه به إذا كانت واصلت المصلحة مرتبطة به. إذا ثم ضرر نجمه نتراجع عليه، وإذا كان نحتاجه باش نعدلوه نعدلوه حسب المستجدات وحسب التطورات. وهذا اللي يتماشى مع الفقه الإسلامي والشرع الإسلامي. وبطبيعة الحال هذا موكول إلى ثلة من العلماء وليس لمن هب ودب. من هب ودب. سي الحبيب، ونحن نتكلم عن الإجماع المؤسساتي أو الإجماع الأكثري من قبل ثلة من العلماء المتخصصين، أليس كذلك؟ طيب، يعني نرفض الإجماع ممن هب ودب
ونحن اليوم يعني وشرع يطل علينا الكثيرون في المؤسسات. هو رأوا من هب ودب من قوسين محترم للجميع، رأوا ما عندهمش حق يدخلوا فيها. اي هم موجودين، هم موجودين، هم حبوا وصلوا الرسالة، هم موجودين، هم موجودين. فمس إذا ماذا نقول لهؤلاء لا يخافون الله؟ فضل كلمة لك سي الحبيب. الذين يتربعون على الافتاء في الفضاءات وفي ويتكلم ويقول لك من راسي تقرا في المقاهي وفي لا لا في الاسواق. هما رم شكرا دكتور، انت اثرت اشكاليه كبيره في المساله هذه. والاشكاليه اللي هي يتدخل فيها تدخل فيها مؤسسة الفقه وعلم أصول الفقه بمسائل أخرى. سيد الحبيب بدي سيد العارفية الرو في الجمالية هذه يقوم لك يقول لك أنا نعرف وأنا بدي وأنا كذا وأنت ما تعرفش، يقول لك فهمت فضل. شكرا رو، أنا خليني به أثرتي مرة أخرى. اللي يرو فيهم في الجوامع، اللي يرو فيهم في القهاوي، اللي يرو فيهم في أماكن عامة عديدة، الإعلامية اللي رأى فيهم في مؤسسات إعلامية في بلادنا. نعم نعم، ماذا حش نبيع يعني. اللي رأى فيهم في مؤسسات إعلامية في بلادهم، هذوما أذن أو نسخة كما كنا نحكيه على الاستنساخ، وهم يجترون ما الحقيقة تقبلوه الفضائيات. في الحقيقة الفضائيات هذيك عندها رسالة أخرى مختلفة تماما عن الرسالة، عندها مشروع أخرى. أي الرسالة هذيك عندها مشروع آخر مختلف تخدم فيه تماما. نعم. مختلف تماما عن أنه يكون مشروع علمي فقهي أصولي له صلة بعلوم القرآن، له صلة بعلوم الدين إجمالا. إذا نحذر منه مستمعينا الأفاضل، نحذرهم منهم. نعم طبعا بدون أن نسمي الأسماء. نعم أراه هيك البلاغات هذيك الصادرة عن بين ذكرين علماء في الشريعة، البلاغات هذيك راهي مسموم في تقديري. أنا نقول لك ساعة أنت قبل ما تتبنى نعم، قبل ما دافع على ما تبنيت، اش عرفت انت ساعة من نقول خلينا نحكي على تراثنا هنا، خلينا نحكي انا انت شي مش قلتك مع تراث المالي كما بدأين مثلا، مش ناخذ مثال بسيط مصغر، شي مش قلتك انت شو عرفت منه انت ساعة، شو وقلت عليه بساعة، وريني وعلمني انا والله ماذا بين نتعلم من عندك. هما لا، هما الناس هذوما ولد عندهم خليني بين ذفرين عقيدة فقهية أخرى، كي يجي يقول لك هذا هو وانت غلط، ما هي يا سيدي يا خويا الباهي ماذا بين نتعلم من عندك، أنا راني في حاجة باش نتعلم ونحب نتعلم مستعد نبات نبحث باش نتعلم. ما علم ما فو شيء يعني. أنا ديما نناقشها، أنا عندي حوارات مع أصناف من هذا النوع، أقولهم يا ناس بكل لطف ناخذوا قضية ما يسمى بين الذفرين بالمني الطاهر، لأن ذلك يحدث إشكال كبير، يحدث إشكال كبير في فهمنا العقائد، في فهمنا المسائل الفقهية، في فهمنا العلوم القرآن إلى ذلك. كي ناخذوا المسألة هذية، هل أني هذية فعلا الإشكال هذية يعبر عن المشكل الحقيقي اللي هو عدم فهمنا لشريعتنا، عدم فهمنا عقائدنا، عدم أم هو إشكال موصول بهذه تجوز أو لا تجوز في المسائل البسيطة، أن نصلي أنا بالقبض أو نصلي أنا بالواحد، نسلم بالسجل، أن نسلم أنا تسليمة أو نسلم أنا تسليمة. ودي قلت له رأي المسائل هذه موجودة في الفقه السني ونفتح عليها وتمثلناش مشكل. المشكل يا سيدي اليوم كي نلقوا المجتمع متاعنا يؤمن بمسائل هي كي تراها تقول من صلب العقيدة ومن صلب الفقه ومن صلب العلم ومن صلب أصول الدين، ولكن هي أبعد ما تكون على ذلك. هناك واحد يضحك علينا يعطينا فكرة على أنه مجتمعنا يؤمن بالسحر، على أنه مجتمعنا
يؤمن بالتجهيل أنه مش معنى يؤمن بعمل الكاهن نعم بالعراف أنه يؤمن بالعراف وبله 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 بالبيش واللي هو عنده حكم شرعي فيما يجي على الكاهن والساحر والمشاعر باستدعاء مصطلح مهم برشا في الفقه الإسلامي وفي فقه وفي 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 علم الفقه وفي علم الأصول. إذا هذا يا سي الحبيب خلينا نقولوا أن الأمور هذه راهو بيتكلموا فيها كان العلماء وكان المجتهدين وكان اللي عنده باع والمختصين ما يجمعوش يتكلموا فيها من هب ودب. الكلمة الأخيرة ليك سي جمال. عاد شكرا. شكرا. ما يصدر في وسائل الإعلام التونسية تذكر قول الشاعر إني رأيت الغيل إذا غاب ليته تبختر الذئب في أرجائه ناهش. لما يغيب أهل الاختصاص تحضر أهل السفه والرويب الغوغاء ويتصدرون المشهد الإعلامي ويقتدي بهم سلا أهل السفه من شعبه. وهذا نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مجالات تقريبا مجال الثقافي هناك من لا علاقة له باختصاص شريعة ويتحدث عن الصلاة وعن الزكاة وعن 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 هنا حتى سورة الحمد لله ما يعرفهاش أصلا لا علاقة له بالشريعة. والغرض مش نور هو التهميش وحديث بلبلة والخلط بين السياسي والشرعي. نعم أنا تكره تكره الإسلام تسبت الإسلام وتسبت الثقافة الإسلامية وتطعن في كل ما هو معناها صريح والبول وشاسع نسبة تناقش في أمور بديهية الخمر حلال ولا حرام لا تجتنبوه لا ربي قال له مش والناس يعتبرون رموز أحيانا يعتبرون واحد رموز شو أنا واحد 53 جرام باش تفتي في الدين تجي تحكي على الصليب تحكي على سيادة الاستسقاء والناس ما عندهمش علاقة أصلا بالإسلام وجي يحكيوا على أحكام الشريعة راهي جرائم كبرى تقع في الإعلام. أرى كل سي جمال سي جمال نحن ما قالش سي جمال نحن سي جمال نحن سي جمال نحن نحن سنواصل في مثل هذه المواضيع ما زلنا نتكلم في آليات الاجتهاد وفي الاجتهاد احنا خذينا آلية من الآليات اللي هي الإجماع باعتبار أنه أشارت إليه الآية ولاحقا سنتناول القياس وهو أيضا آلية من آليات الاجتهاد ما زلنا نتكلم في هذا ونتكلم في هذا في هذه الآليات حتى أولا حتى نوضي من خلال هذه الإذاعة على مستمعينا في هذه المواضيع وثانيا حتى نتبين بوضوح أن هذه الآليات لا بد منها للمجتهد حتى يصل بنا إلى بر الأمان في هذا الزمان الذي تعددت فيه المشكلات وكثرت فيه النوازل السياسية الاقتصادية الاجتماعية دينية. مستمعي الأفاضل إلى لقاء آخر يعني لاحقا إلى كلمة آخر لاحقنا ما أتكلم ما قاله سليمان أنه يدخل مساكنا إذن مستمعينا الأفاضل شكرا على استماعكم إلى إذاعتكم المفضلة في برنامجكم المفضل إذاعات مع يعني هذا الموضوع وما له من أهمية مناهج التشريع في لقاء أول مع المنهج الأول وهو الإجماع. الشكر موصول لأساتذتنا الأفاضل سي خالد السيداني سي الحبيب الطيبي سي جمال السيدي كذلك الشكر موصول لأختنا آمنة بوخيت وأخونا شاكر شيحاوي مع تحيات الأستاذ الأزهر بن علي لبريكة. شكرا وإلى اللقاء. إذاعة كل نهار جمعة على الحياة فهم.